السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه شبت امينه. كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا غندير معكم بيتزا بطريقه سهله، كتجيك بحال ديال المطاعم، سهله جدا، بعجينه كتجي رطبه اقل ما يقال عنها، رائعه. ديما كتنجح معاكم هذا العجين، هذا العجين ديما كينجح، جربوه تشوفوا. انا العجين كنحتاجو جوج كيسان تاع المدافي، وغنضيفو ليه معلقة سكر، حبيبات، معلقة صغيرة ديال الملح، جوج ملاعق كبيرة ديال حليب بودرة اختياري، إذا بغيتو ديرو مبغيتو ما ديروش، ملعقة كبيرة ديال الخميرة، تقدرو ديرو خميرة على حبيبات حتى هو. أنا هنايا ما متوفرش عندي، كاينة عندي هادي ديال العجين. من بعد غنضيفو جوج كيسان ديال الدقيق، كما قلت لكم نفس الكاس باش عبرتو باش تبقاو تعبروا. نخلطو مزيان حتى نحسو بالمكونات كلهم تخلطوا، يعني من الكويرات ديال السكر يذوب والخميره وداك الدقيق حتى هو يتخلط مزيان. من بعد غادي نغطيو ونخليوه يرتاح واحد 10 دقائق. انا كما كتشوفوا راه كيتخلط مزيان، نخلطو مزيان كما قلت لكم ويتغطى ويرتاح. من بعد ما دازت 10 دقائق هنا غنضيف 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، الكاس الاول، الكاس الثاني، والكأس الثالث، ونصف كأس ديال زيت المائدة، ونخلطو بشي سباتولا ولا غير بإيدينا حتى تجمع لينا العجين. ندلكوها تقريبا واحد دقيقة ولا جوج وكتلقايها مجموعة وتخدميها نيشان، ما تحتاجيش تخليها باقي تخمر، حيت من بعد دغيا غتخمر. من بعد ما كتحتاجش باقي تبقى لشي وقت ديال الاختمار ولا شي حاجه. انا العجنه مزيان غادي غنخلطها مزيان، و العجنه هي كما شفتوها كتجي رطبه ما كتكونش قاسحه. انا قسمتها على جوج، النصف هنا كما شفتو غنديرو به بيتزا، والنصف الثاني غندير به حاجه اخرى نبارطاجي معكم. وهنا سرحت العجين في الطاوة مدهونة بالزيت، من بعد تكيتها بفرشيطة مزيان باش ما تنفخش معنا. هنا عندي صلصة طماطم، شوي ديال مرتشة، مرتشة محكوكة طيبة في شوي الزيت، زيت المائدة او زيت الزيتون اللي بغيتو نتوما. انا هنا درت فيها زيت الزيتون ودرت فيها شوي ديال الملح وفلفل اسود، ودرت معلقة ما عمرش ديال مطشه مركز الطماطم هو اللي عطاها داك اللون الاحمر. من بعد ما ندهن بها كامل العجين ديالي، انا كما شفتوا غندهنها كامله، هنا غادي نضيف شويه ديال الجبن المبشور، اي نوع من الاجبان عندكم، تقدروا ديروا الموتزاريلا، تقدروا ديروا الشيدر، تقدروا ديروا شي فرماج ايدام، تقدروا ديروا اي ماركه. انا عندي هذاك شويه الفرماج احمر، هنا عندي واحد الفلفل، واحد الحبه ديال الفلفله، وعندي واحد البصله صغيره، وما هذوك شحرتهم في شويه زيت المائده مع ملح وابزار،
فلفل اسود. هنا غنفرقوا معايا كبدي فوق ديك العجين. هنا نشوف كنستفى ديك البصله ماطيش هذيك البصله عفوا هي والفلفل. من بعد هنا علبه ديال الطونه بالزيت صغيره. انا نقصت الزيت غير هي واحد شويه بقى فيها، هو اللي قطرت فوق فوق البيتزا، ما درتش بزاف الزيت ماشي كلها، نقصت منها. ومن بعد كما كتشوفوا فرطت هكاك بالفرشيط بفرشيطه، ومن بعد غادي نديرها كامل على نفرقها بالتساوي على العجين. انا كامل فرقتها كما كتشوفوا، وبلا يسلم ما فيها كندير فيها. هنا من بعد ملي درتها غنزيد شويه ديال عندي هنايا انا الزعتره، ماشي الزعتر هذا، هادي زعتره حكيتها شويه بين يديا. ومن بعد درتها كامل فوق ديك الطونه سميتو ودخلتها الفران. من بعد انا لا خرجتها وعاودت زدت عليها شويه الفرماج وزوقتها بالزيتون ورديتها يذوب داك الفرماج. ها هي دابا خرجتها هنايا، غادي نقطعها الى قطع باقا سخونه، غادي نقطعها نيشان، غنقطعها الى قطع. ومن بعد غنحطها في اناء في شي تبصير كما كتشوفوا، غنقطعها هكا غير على 8 ديال القطع. كتجي رطبه يا البنات وكتجي خفيفه، ما تفرقيهاش بينها وبين ديال المطاعم، العجين كتجي روعه. انا عندي داك البلا فاش كنحطها صغير، ولكن ماشي مشكل غنحطها فيها ونشتو كي دايره. كتجي رطبه 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 خفيفه بزاف. حنا راه باقا سخونه ومع ذلك كنهزها كنحطها تما. يلا خرجتها من الفراغ قطعتها وستفتها في الطبصيل، الطبصيل جاني صغير ولكن غادي نستفها فيه. حيت هذيك اللاطه ديال الفران كبيره، المهم انا غنحطها كامل هكا في الطبصيل في الاخر حتى تشوفوا. غنحطها كامله القطع كاملين 8 القطع، قسمتها هكا غير على 8 كما قلت لكم. جات زوينه يا البنات، جربوا هاد العجين ديال 10 دقائق في البيتزا كيجي روعه، كيجي زوين خطير جدا. هانتوما شفتوا كي كتبان رطبه وجيشه سخونه باقا سخونه ديالك بحال جبتها من شي مطعم لذيذه، مع ان ما فيهاش بزاف ديال المكونات. شفتوا من تحت محمره غير شي شويش القياس ديالها، دغيا كطيب دغيا وجدات. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها.